السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا هنقول دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض مقاديرنا وحاجتنا وهنمسك جزء جزء هنعمله. تمام كده يا بنات؟ اول حاجه عندنا المكونات الاساسيه بتاعتي، البهارات بتاعه السمك. بهارات السمك عندي ايه؟ اهي كده المكونات الاساسيه. هحتاج كوبايه كامله من البهارات، طبعا زي ما انتم شايفينها كده دي جراديه، كمون تحت كتير، وكزبره، وبهارات السمك الكامله. ماشي، دي كده بهارات بس بتاعت السمك، مش هحط حاجه اكتر من كده. وعندي كركم، وعندي كاسه خل، وعندي تمر هندي منقوع وعليه صويا صوص شويه، ومعلقه عسل اسود صغيره. خلاص دي كده خلطتي الاساسيه بتاعت كل حاجه، وعلبه 7 اب. تمام كده دي بهاراتي الاساسيه. وعندي ايه تاني؟ وعندي الثوم، عندي الثوم متقشر، وجنزبيل، قطعتين جنزبيل كبار. دي كده الاساسيات بتاعتي اللي هستهلكها في كل اكلاتي، وفي كل الاكلات اللي هنعملها بتاعت السمك. وعندي يا بنات البصل بتاعي دلوقتي انا ليه مش مقطعاه؟ عشان كل نوع هياخد حاجه، فهيبقى عندنا البصل واحنا هنجهز مع بعض. وعندي بقى الخضره بتاعتي هنا كلها، الخضره بتاعتي متقطعه ومغسوله كويس، مقطعاها كده عشان نستهلك على طول. وعندي بقى الخضره بقى اللي هي بتاعتي، اللي هي الجزر، الليمون، الفلفل الوان، فلفل رومي الوان، احمر اصفر اخضر، كرفس طبعا، ماشي، طماطم، كل ليمون الاساس، كل دي حاجتنا اللي هنستهلك في اكلات السمك. وعندي هنا زيت زيتون، وعندي طحين، وبقسم، وبيض علشان التتبيله الروبيان. تمام كده؟ دلوقتي هنبتدي مع بعض ونقول احنا هنعمل ايه. انا هعمل معاكم سمك، هعمل معاكم صبيط، طاجن صبيط النهارده. هعمل معاكم طاجن صبيط، تكون الصبيط مغسول كده، عايزه تحب الراس حطيها، مش عايزاها خلاص، بس يكون الصبيط بتاعك جميل كده وايه ومتقطع. ده صبيط مش كالماري، صبيط عشان هنعمل معاكم ان شاء الله الكالماري المحشي، هعمل لكم كالماري محشي تحفه. تمام كده؟ وهعمل معاكم كابوريا، شوربه كابوريا تحفه، مش شوربه السي فود، لا كابوريا شوربه. خلاص كده الشوربه برده تكوني غسلاها الكابوريا بتاعتك غسلاها ومجهزاها، ودلوقتي هنسلقها مع بعض وهنعرف ازاي هنعملها. وعندي سمك، هعمل معاكم سمك نوعين، هعمل معاكم سمك سنجاري يكون مغسول ومفتوح كده من الظهر عشان نحشيه من البطن، ماشي. وهعمل معاكم سمك بزيت والليمون، وهعمل معاكم سمك بولتي مقلي. تمام كده؟ وهعمل معاكم ديت بقى السمك النويبي ده، يا اما انا بحب اقطع النويبي جزر كده، بس هي مقطعاها لي تخينه، انا بحبها ارفع من كده، بحب الجزر فنوعه، انتوا قطعوها رفيع بجد بتكون احلى، مقطعها تخينه قوي. تمام؟ سمك جزر هعمله مقلي بالطحين والكركم او صينيه، لسه ده ما حددتش، دلوقتي هنحدد. وعندنا هنا الروبيان بتاعنا، الروبيان بتاعنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هنمسك الروبيان، هو طبعا قايل لي ان جامبو، بس انا مش مقتنعه خالص ان هو جامبو، هو حلوه كبيره بس انا بحبها الكبيره اكبر عشان ماما، بس هو ده على فكره اطعم يعني، بيكون مسكر اكتر يعني، بس هي مش انا مش شايفاها جامبو ماما، صح؟ الجامبو بتكون اكبر من كده واتخن، بس ده كان متوفر النهارده في الروبيان الكويتي، ما بحبش الروبيان غير الكويتي، الايراني وحش جدا، الكويتي احلى روبيان. تمام كده؟ هنعمل بقى هنا، انا عايزه اوريكم خطوه واحده في الروبيان، روح هناك. الروبيان انا هاخد منه جزء، الروبيان ده هاخد منه جزء هعمله مقلي عشان عايزه اوريكم الطريقتين، وجزء هعمله مشوي. المشوي يعني انا مش هقشر النهارده روبيان، الروبيان اللي هعمله مشوي هنشويها يا بنات بقشرتها. تمام كده؟ احنا هنبتدي في اول حاجه الروبيان بتاعنا هنخليه اللي هو اللي هيتعمل مشوي، ننقي اللي هو الاصغر شويه ده نعمله مشوي، ده هنعمله مشوي، يا اما نحطها بالستيكس الطويله كده ونشويه، يا اما هنشويه دلوقتي بالطريقه بتاعته. عايزه اوريكم بقى الروبيان المقلي هنعمله ازاي. الروبيان المقلي يا بنات هنمسك الروبيانه المقليه، لا هنشيل الراس ولا هنشيل الديل، شايفين من هنا بس الحته دي، انا بس عايزه اوضح لكم النقطه دي عشان انا اعملها، ما رضيتش اعملها، انا غسلت السمك كله وروبيان بس ما شلتهاش عشان اشيلها معاكم كده، شايفين بس الحته اللي في النص دي، بس اللي في النص دي اللي شيلوها. خلاص كده يا بنات شلناها ونضفنا كل الديول منها، كل الدول منها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل عايزه بس اي حاجه هنا. تمام كده؟ وهمسك السكينه بتاعتي ومن هنا كده نفتحها، خلاص، وعلى الميه بتاعتنا نبدا نشيل ده. تمام كده؟
وهمسك الروبيانة بتاعتي كلها هتبلها كده بالبيض والبقسم، بتطلع شكلها نفس المطاعم بالظبط. تمام كده عرفنا الروبيان هنعمله ازاي. ده كده الروبيان بتاعنا هيتعمل الخطوه دي كله، اللي هيتقلي هيتعمل كده، والمشوي هنسيبه مقفول، اللهم بس نفتح من البوز ونسحب الخط. تمام كده يا بنات، يلا كده احنا عرفنا حاجتنا، يلا هنبدا بقى خلاص كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اه صح ماما فكرتني، وعندنا ده السمك، ده سمك مكرونه جميل ماشي، جايباه برده مغسول ومتقطع منه الراس وكل حاجه، هنتبله برده مع بعض باذن الله. انا بحب الحجم ده بس ها. ماشي حجم حلو ماما بجد. طب ليه ما بحبش الكبير بصراحه، هو ده بيبقى عايز كده. خلاص ده هتبله برده معاكم دلوقتي، وهنحمره بالكركم والطحين. دي اول خطوه نبتدي فيها تتبيله السمك يا بنات مع بعض. هنعمل بقى تتبيله السمك في الكبه ماشي. هناخد التوم بتاعنا، هاخد بس منه 3 فصوص هحتاجهم. اه خليها حلوه ماما، 3 بس عشان الكابوريا، عشان اعمل لكم شوربه الكابوريا. وهنا هحط التوم بسم الله، وهحط فين البصل، ابي بصل، وباخد بصلتين اقطعهم كده. كل دي التتبيله بتاعت الايه، تتبيله السمك كده، البصلتين اللي هي الاساسيه لكل انواع السمك، ما فيهاش نوع ده ولا النوع ده، كل انواع السمك. وهناخد قطعه فلفل رومي حمراء وفلفل اخضر، اخضر نحط شويه كده حلوين من دول. تمام الكرفس، هاخد فين القطعة الكرفس الصغيرة، هاخد قطعة صغيرة، والعمود الطويل ده هخليه للشوي كده. تمام دي كده تتبيلة الايه، السمك الحلوة بتاعتنا، وشوية خضرة شبت مع بقدونس مع كزبرة كده مع بعضها هنا كده. تمام وهاخد قطعة جزر صغيرة خالص، صغيرة يعني حلقتين ثلاثة يعني، صغيرة صغيرة. ايوه هات هنا كده صح شاطر ماشي. وهياخد بقى التوابل بتاعتي، معلقه كركم كبيره، مش عايزه اكتر الكركم، وهياخد معلقه توابل اللي انا عملت بيها لا اله الا الله، هذا شو اسمه كده، توابل معلقه كبيره كده من الميكس، واحده اتنين كبار حلوين كده. تمام وهعمل ايه بقى، وهحط الخل كله على بعض كده، كوباية الخل، الله الليمون بس اللي هعصره بعدها بقى. وهنا ده كده حط شوية عشان تمشيها، وبالتاني في الآخر وشريحة الجنزبيل. شايفين يا بنات كده كل حاجة مع بعض هنا. تمام كده بقت واضحة هنا عندنا كل حاجة مع بعض. يلا هنخلط كل ده مع بعض، وبعد ما نخلطه هنحط لا الملح مرة واحدة نسيت. حبه ملح حلوين كده عشان تبقى حلوه تتبل حلو. تمام هنخلط بقى ده مع بعض يا بنات، وبعد كده نحط الايه بقيه خلطه التمر هندي والليمون نعصره كده. دلوقتي يا بنات هنا عندي ده الاسماك بس اللي هتتقلي. تمام كده الثلاث انواع دول اللي هيتقلوا خلاص، الجزل وده والده ماشي. هنعمل ايه، هنعمل ايه عندنا خلطتنا هنا، حطيت عليها الليمون، الخلطه اللي احنا خلطناها حطينا عليها الليمون، وهحط عليها دلوقتي التمر هندي. تمام كده واقلبها بنات، وابدا اتبل معاكم هنا دوت هيتبل ازاي. طبعا هو ما هنضيف القشطه من جوه، بس هنعمله بقى كده، نفتحها كده خلاص، شايلها كتر رخامه. يلا خير خلاص كده بنات، هنفتحها كده، نفتحها كده ونبدا نتبل جوه، ندخل التتبيله جوه ماشي. احلى تتبيله سمك والله، دقوها وكده واغرزوا لجوه بصبعكم من الناحيتين. اول حاجه بعد ما تتبلوا من الناحيتين كويس، ابداوا افتحوا حطوا من جوه ماشي. طبعا انتوا في مصر احلى سمك البلطي عندكم احلى، احنا هنا طبعا يعني ها ده المتوفر عندنا، اللي بيجي في سوق السمك مستوردينه من مصر ماشي، بس اكيد طبعا بمصر ما فيش احلى منه حقيقي يعني، دي حقيقه. انا هنا حتى لما باجي باكله ملوش طعم ابدا نفس مصر، بس الواحد مضطر يعني خلاص. تمام كده عشان كده الواحد بيلجا لايه، الانواع الثانيه. وهعمل معاكم يا بنات سمك حمور، مرق سمك حمور ومطبق زبادي، استنوني بقى في الاكله دي. الاكلتين دول ما كانش يدفعوا مع دي، دول عاوزين لوحدهم بقى ايه كده.
المطبق الجاذبية بيوم والهامور بيوم. طبعا انتوا عارفين ليه. تمام كده. اللي عارف ليه يقول لي ليه. اللي عارف ليه انا قلت كده يقول لي. يا تعملوه كده يا تعملوها صليبه كيفكم. تمام كده. يلا خلاص هنكمل كله كده خلاص. وهنا هناخد السمك بتاعنا ده التاني وهنتبله كده من جوه من بره، بحبه من جوه بصراحه. كده هنمسكه كله كده ماشي. هوريكم نوع نوع عشان انا اروح انا. والجزل برده كده، الجزل ناخدها نتبلها كده كويس من جوه من بره، نتعامل معاها كانها سمكه مقفوله وبنتبلها حلو. تمام كده متبله حلو الجزل. هكمل الجزل كده وهكمل دوت كده وهكمل ده كده وارجع لكم. بنات تبلنا الاسماك بتاعتنا اللي هتتقلي، هغطيهم وهنخليهم منقوعين بقى في التتبيله دي ساعتين ثلاثه كده براحتهم، او تقدروا تعملوها قبلها بيوم بس انا جايبه سمك معايا الصبح النهارده، فتقدروا تخلوه في التتبيله يعني بالليل والصبح اقلوه يعني على الظهر على الغدا. انا هخليه ساعتين ثلاثه وبعدين احمره هنا عشان هبدا احمر. هحمر الاسماك، هحط طبعا طحين زي ما قلت لكم، احط الطحين بتاعي واحط على الطحين شويه ملح وشويه كركم. تمام، واحط الكركم خلاص كده عندي دي كده خلطتي دي اللي هبدا اعمل بيها الايه القلي، قلي السمك بس الروبيان هعمله بيض وبقسم. تقدري لو انت ما بتحبيش البيض والبقسم في الروبيان تمسكيها كده وتتبليها كده خلاص وتقلي خلاص، بس انا هعمله بالبيض والبقسم، بس حبيت اوريكم ديت قبل ما ابتدي. هنمسك بقى كده سمكنا نتبله على طول وننزل على الزيت خلاص. عايزين تتبلوا كميتكم كلها مره واحده، تبلوها وانزلوا على الزيت بتاعكم. بس انا في حاجه، ممكن تحطي جنبك طبق ميه بس اوريكم جوه، ما احنا جوه كده. اعمل لكم بس ايه نموذج من واحده واحده في القلي، بعد كده اقلي براحتي عشان اوريكم انا ايه طريقه القلي ازاي. كده اهي صور حلو ماما، شايفين يا بنات انا ازاي بنات كده تبلناها حلو قوي. هنبدا نقلي، انا عايزه اوريكم بس القلي والجزل. هاخد لكم مثلا واحده كده جزل اوريها لكم ماشي. بس تخينه قوي تخينه قوي قوي قوي، انا زعلانه مش عارفه ماما كده اكلكم يبقى خلاص الرجاله. وهنا عندي السمك المقلي في الاخر اوريكم الشكل الكامل، وهنزل بيه على الزيت تقليه. يلا تعالى بصوا طريقه القلي كده، وهو زيت مقدوح. تمام يا بنات، دي طريقه وفي طريقه ثانيه انا عايزه اوريها لكم عشان تبقى ما شاء الله الله على ريحه السمك بجد، الله على ريحه الحاجه بتاعتي ما شاء الله ماشي. هنا كده عندنا ميه ميه ماشي، تاخدي فيها السمكه بتاعتك وتغرزيها كده وتنزلي هنا وتحمري. تمام كده بنات، بتطلع مقرمشه وكريسبي خلاص. وروبيان هوريه لكم طريقتين، ده طريقه اللي هو بس متبل بالطحين، وهوريه لكم وهو متبل بالبيض والبقسم. يلا وبرده البورتيايا عشان انا اوريكم كل حاجه، برده تعملوها هنا تدلوها او مش عايز تدلوها خلاص اهي خليك خلاص بس كده. ونخلي سمكنا يتحمر واوريه لكم بعد التحمير اهي، هو بيبقى عامل زي الكريسبي. بس يا بنات اوريكم سفرتنا لما خلصنا بالنهايه، شوفوا ده الرز بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، الرز اللي بالفول الاخضر. طبعا ده ما بيتعملش غير جنب السمك بصراحه، وبالذات السمك المشوي ده الجبجب بتاعنا والروبيان وسمك الجزل مقلي، وده الطاجن بتاعنا السلطات، ودي السمك البوري المشوي زي ما انتم شايفينها كده بنات. يا رب تكون عجبتكم الحلقه. وكده يا بنات خلص الجزء الاول من اكله السمك، هوريكم الجزء الثاني دلوقتي.